عبر عدد من البحارة عن رفضهم للممارسات القطرية العدائية تجاه بحارة البحرين، وانتقدوا الممارسات السلبية جراء المعاملة السيئة التي تعرضوا لها بعد اعتراضهم من قبل الدوريات القطرية، ومن ثم جرهم إلى السجون. أنا أحد المتضررين من خفر السواحل القطرية. سلمك الله، أنا دعمه ولنجي كسروه، والصور الثابتة عندنا هني في البحرين شافوه الدولة هني تعامل مع اللنج، كانوا يبي يطبعونه، تموا يدعمونه، يفتر عليه الدوري مالهم، تم يدور عليه ويطقه في الوسط عند البط القايم، كسر الريل، كسر ريل ثاني، ياله ثاني من وراء عند السكان، تم يدعمه عند السكان على اساس طال يفتر فره ثاني، وياله مسرع طقه لهم في الوسط، انقلب اللنج، طاح واحد من البحاحير بحر. هذه ما مدى يوقف اللنج اللي هم شايلينه، ومشوا فيه اللنج رجع يا البحرين سيده. بين احنا ما بيننا وبين شعب القطري اي شيء، يعني اكلنا الحكومه القطريه لا تاخذ الشيء بالقوه وشيء بالتعسف، لان انت انا بحر راح اترزق الله، وهني ايش عندي؟ ما علي، انت بتفتش؟ طب فتش، سو البتبي اللي عندك، يعني اذا انا غلطان، اذا انا مهرب، انا مسوي شيء اتحمل مسؤوليه. اما بتطلع بتحاكيني والثاني عنده رشاشه وعنده سلاح واقف اخاف، وبتقول لي امش وبتمشيني بالقوه، هذه لا الله ولا رسوله يعني يرضى.